بس صدقيني بأخطر صدقيني من صدقيني من امرأة. التعدد ظلم للرجل وظلم للمرأة، لان تخيلي هو راجل غير قادر اصلا الست، سوري معلش يعني ها. يعني مش هقولك بقى عقلها صغير او نقصات عقل، بس عاطفية، بس بيقولوا ان فازاي هتقبل، ازاي هتقبل بواحدة تانية ضرة ليها؟ اكيد ده هيسبب لها الم نفسي في الاول، فالالم بس النفسي ده هتصدره للزوج، بس في الاول بس. بعد كده الزوجات بيتغيروا، اللي هي الزوج الاولى بتتغير لانها بتحس بالغيرة. منين؟ من زوجات تانية جدا. يعني انت بتنصحي الزوجه اللي هي ترضى بالامر الواقع؟ بتغير دكتور وسام، يعني كده بتشجعي على ان الراجل يكسر الست؟ تتغير ازاي؟ هل يكسرها؟ ليه يكسرها؟ لا، ما يكسرها. ما هو ده لو راجل سوي. انا قلت ان هو يكون حافز ليها وينبهها ويحذرها اكتر من مره ان هي تغير من نفسها. لا هو بصي يا دكتور وسام، انا بايدك احنا بقى ايه هنا نيجي لحق الزوجه الاولى في معرفه الزواج. يا فندم ثواني، الزوج هنا لو انا ابقى معاكي في حاله واحده، اذا كان هو بيقول لها انا خلاص هتجوز، تمام، مش بيهددها بقى، مش خلاص يعني هو بيعرفها انا هتجوز بالفعل، تمام فهو بيعرفها، انما يعيشهاش بقى في ضغط نفسي ليل ونهار انا هتجوز. لا ما ينفعش. او هي ده حتى يعني هو فضل يهددها، المواد بينهم فضل يهددها كل ده وهي برضو ما اتغيرتش. لا ما انا بقول لك بقى، طب ليه مفترض ان الست هي اللي متغيره؟ هو بقى ايه تبقى نيه اصلاح، لان الست اكثر مرونه من الرجل. يا حبيبتي يا حبيبتي، فاكره في شهر العسل كانت العلاقه طيبه بينا عامله ازاي؟ طب ماشي، هي فاكره لما او في يدي بقى بين الطرفين. بص يا دكتوره وسام، انت دكتوره في التربيه ويعني استاذتنا في علم النفس وكده، في حاجه بقى اسمها ايه؟ ان انا اتودد اليها واقربها مني، مش اهددها اقول لها يا حبيبتي فاكره في شهر العسل لما كنا بنعمل كده. بس في سيدات بتيجي بالتهديد، انت في شهر العسل والترهيب. بتقعد تجيب لها الصينيه لغايه ده اسلوب من عادل السلوك. وبعد شهر العسل خلاص ده اسلوب، تسيبها تشتغل وتنزل كموظفه. الترهيب والتهديد ده اسلوب بنستخدمه مع الاطفال لما عاوزين نعدل الاطفال. ايوه مع الكبار ايضا. مش قادره استحمل ده على فكره. ثانيه واحده يا دكتور وسام، بتقول مع الاطفال، المراه مش اطفال. ما هي المراه طفل كبير برضه.